برعاية سمو ولي العهد حفظه الله وبحضور الدكتور عادل مانع وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، عقدت جامعة الكويت ملتقى الخليج العربي الهندسي الأول لدول مجلس التعاون الخليجي تحت شعار توحيد الإمكانيات لمستقبل أفضل. ويهدف الملتقى إلى دعم منظومة مستقبل مهنة الهندسة من خلال نقل وتبادل الخبرات والتجارب العالمية في مختلف التخصصات الهندسية وفق أفضل الممارسات، إضافة إلى تعزيز مستوى المعرفة الفنية والمهنية لدى الكوادر الوطنية من المهندسين والمهندسات. لا يخفى على أحد اليوم بأن دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك الكثير من الإمكانات التقنية الهندسية، كما تزخر بالكوادر والخبرات العلمية في الكثير من التخصصات الهندسية التي تجتمع في ملتقى الخليج العربي الهندسي الأول لدول مجلس التعاون الخليجي. إنني هنا وأنا أتقدم بكلمتي هذه، فإنني في ذات الوقت أبدي تشرفي بحضور هذا المؤتمر ممثلاً عن سموي وسمو ولي العهد الشيخ مشعل بن أحمد الجابر الصباح حفظه الله بافتتاح المؤتمر الخليج العربي الأول للهندسة توحيد الإمكانيات لمستقبل أفضل. إن الرشادة في توحيد الإمكانيات بطابعها العام له فائدة عظمى في توحيد الجهود وتنويعها وبذل قصارى الجهد في الحقل الواحد في العلوم المتناثرة. إن لهذا المؤتمر غاية يتغياها أصحاب الهمم العالية وتوحيد الجهود البحثية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لخدمة المنطقة، والتي من أسمى مزاياها مواكبة التطور والإسراع في العجلة الهندسية. المحاور الرئيسية لهذا المؤتمر تناقش عرض الإمكانيات البحثية المتوفرة في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي وسبل الاستفادة منها لتحقيق استدامة المعرفة. الهدف الأساسي منه هو توحيد الجهود العلمية في دول الخليج العربي. لدينا عديد من الإمكانيات في دول الخليج ولكنها تعمل منفردة في كل بلد على حدة. الهدف هنا جمع جميع إخواننا من دول الخليج للتعرف على إمكانياتنا وكيفية تكامل هذه الإمكانيات للوصول لمستقبل أفضل لجميع دولنا في المنطقة. الأسس الأساسية كان هناك عن الذكاء الصناعي واستخداماته في الهندسة، المياه، الأمن الغذائي، الطرق، معالجة مياه الصرف الصحي. مثل هذه الملتقيات الإقليمية تعتبر ركيزة أساسية لتحقيق رؤية الكويت الجديدة. إذن هذا الملتقى سيناقش العديد من المسارات الهندسية التخصصية التي تركز على استثمار الفرص الواعدة في هذا المجال بمشاركة العديد من رواد القطاع الهندسي في المنطقة. ديما دحدا، التلفزيون دولة الكويت.